اهلا بكم حلقه جديده من برنامج ضيف تيك توك، ويانا اليوم الجميله والاخت الغاليه شروق. شلونك عني؟ الحمد لله، شلونك انت؟ انا بخير طبعا، يشرفني تكون ضيفه ببرنامج والجمهور طلبات هوايه. يسعدكم جميعا، تحياتي. ربي يحفظك ويخليك. طبعا قبل ما نبدا الحلقه، اتمنى من الجمهور الكريم يخلوا لايك ويشتركون بالقناه ويفعلون الجرس. طبعا اسمك، عمرك، تحصيلك الدراسي ومن وين؟ اسمي شروق، تحصيلي الدراسي مهندسة كمبيوتر، درست سايبر سيكوريتي أناليست. عمري 31 سنة، كندية من أصل فلسطيني. حلو. يا سنة طلعتي من فلسطين، وشنو السبب أخذتي كندا دولة إلك ثانية؟ والله زمان كتير طلعت من فلسطين، لا أذكر التاريخ صراحة، ولكن بتذكر آخر زيارة كانت لإلي في فلسطين بال 2007. حلو. شروق، شروق نعم. يعني ما شاء الله عندك راح تقربين على 6 مليون متابع برنامج التيك توك. ليش صحيح بالذات برنامج التيك توك أخذتي منصة إلك نشرين بي فيديوهاتك وطلعتي فكرة جديدة مال ردات الفعل؟ اوكي، سو انا لما بلشت على تيك توك لانه كان هو الاب الاسهل بالنسبه لي وحبيته. بلشت في صدفه، كان ايامها اسمه ميوزيكلي. بلشت اصور كليبس هيك من الطبيعه، من حياتي اليوميه، ونزل على مقطع موسيقي او شيء. بعدين تحول لتيك توك، اندمجت اكثر بالموضوع، تعلقت فيه اكثر. ردات الفعل صراحه، انا اول ما بلشت التيك توك كان اتجاهي للتيك توك الكندي مش العربي، ولكن لانه بتعرف التيك توك بيفرجيك الناس اللي حواليك بس، فلذلك بلشت شوف تيك توك الاجنبي انه فيه هيك شيء بس ما في بالتيك توك العربي ابدا دوات. فبلشت وبلشت بقوه، يعني كنت عم نزل حوالي 100 فيديو يوميا، فاخذت الموضوع سيريسلي بجديه كبيره، وهيك صار وبلش الاكونت يزيد بطريقه قويه. رب ان شاء الله يحفظك. طبعا الجمهور حابين يعرفون لون عيونك حقيقي، عدسات، شنو السبب؟ حقيقي، ولكن انا بلبس عدسات شفافه كربال انا عندي قصور نظر. اذا ما بكون لابسه نظارتي بلبس عدسات شفافه، ولكن لون عيوني ازرق. شنو السبب اللي يوميا صبغين شعرك لون وكذا؟ الجمهور حابين يعرفون شنو السبب. لما تكون انت بالسوشيال ميديا حلو التغيير من فتره للثانيه، حلو، وسبيشلي انه انا في عندي كميه كبيره من الاطفال او الاعمار التي تتراوح بين خلينا نقول 8 ل 8 سنين ل 15 سنه، بعتبر هذا جيل الاطفال، وحلو تفرجيهم الوان، حلو تفرجيهم اشياء حلوه تزرع الابتسامه على وجوههم. انا من طبيعتي بحب الالوان، وحلو التغيير كمان. شروق، شروق ورا ما صارت مشهورة بالتيك توك وصار عندها نعم جمهور، جاي تجيها هواية انتقادات من مشاهير تيك توك أو يوتيوب. فأول مشهور اللي هواية يطلع فيديوهاتك مثل سواء عليها ردات فعل بطريقة كوميدية، اليوتيوبر ماهر كو، شنو السبب؟ نعم والله ما بعرف، صار الموضوع إنه أنا طريقة حكي، عندي طريقة حكي معينة، ولما بلشت بعمل ردات فعل على فيديوهات الراحة النفسية، الناس في منهم حبوا الفكرة كتير، ولكن في أقلية شافت الموضوع إنه شو هاد. بس بالنسبة لإلي صراحة هو موضوع جميل، عن جد بيعطي راحة نفسية. لما مهركوا وغيره وطلعوا فيديوهاتي، أتوقع لأنه أنا كنت ترند وبس، بدهم يضحكوا بطريقه معينه يلفتوا نظر الجمهور. برضه تغيير، كيف انا بغير لون شعري، هن بيجيبوا شو في ترند وبيضحكوا. شو وجهتي لهم رساله من صار هيك؟ وجهت لهم صديقي رساله، انا مش من طبع الانتقاد، ما بحب انتقد العالم، لانه احيانا لما انت تنتقد شخص على محتوى، اذا محتوى ما مأذيك ممكن تدمره نفسيا. فلذلك ما بوجه انتقاد للناس، ولكن لما شفت الموضوع تحول لشبه عادي يومية عند بعض الأشخاص، منهم ماهركو بفترتها، ازعلت شوي، تضايقت. فماهركو أنا كمان شفت عليه مأخذ،
قلته أنا في الفيديو تبعي، ما بفضل أعيده أجان، ولكن أنا انتقدت هيك إنه في أطفال بتشاهدنا، المفروض إنه حتى لو نقدم محتوى لطيف بضحكهم شيء جميل، ولكن مش المفروض نتمسخر على العالم ولا نفرجي الناس أشياء مش المفروض تشوفها. نحن responsible، نحن adults، إحنا ناس مسؤولين ومنا أطفال. فأنا أي شيء بنزله يا بيكون هدفه يا يزرع ابتسامة يا ضحكة يا يعلم فكرة، بس ما عندي أهداف تانية ولا عندي هدف إنه أتمسخر على شخص. أنا ضد التنمر، والناس ما بتفهم شو يعني تنمر للأسف، بيفكروا إنه التنمر بس إني أتمسخر على شكل إنسان. لا أصدقائي، التنمر هو إنك تحبط إنسان، إنك أنت تأذيه وهو ما مأذيك، هذا تنمر. شروق اليوم اللي طبعا هواية من جمهورك حاب يعرف هذا الشيء، انت متزوجة؟ نعم. مفصولة؟ عندك علاقة؟ كذا عندك اطفال؟ فالجمهور حاب يعرف هذا الشيء. انا بفضل على مستوى متزوجة وغير متزوجة اني ما احكي بالموضوع هذا، ولكن انا عندي 3 اطفال، عندي ولد وبنتين. سبق وذكرت في فيديو قديم اني انا متزوجة، ولكن ما بفضل احكي عن حياتي الخاصة حاليا. عربي هو لو مو عربي؟ عربي. تحياتنا. شروق، شنو السبب اللي طلعت بكلمة جميلة، كلمة حبيت، وهاي الكلمة صار لها ترند ببرنامج التيك توك، بس هواية اكو انتقادات بسبب هاي الكلمة؟ ما بعرف ليش يا أخي، أنا هذه كلماتي اللي بستعملها يعني يوميا في حياتي اليومية. يعني أنا لما طلعت علقت على الفيديوهات، هذه أنا كيف أنا بتعامل في بيتي مع أولادي مع عائلتي مع أصدقائي، فهي كلمات بستعملها أنا بس، يمكن وهي كلمات متداولة على فكرة، مش أنا لحالي بستعملها، يعني أغلب بلاد الشام بيقولوا كلمة حبيت. صح. ولكن أنا حكيتها بطريقتي، فأتوقع الناس حبوا طريقتي في نطق الكلمة وليس الكلمة بحد ذاتها، لأنها متعارف عليها الكلمة. شروق هواية جاي نشوف، يعني شروق جاي تميل الشغلة التصوير، هل هاي هواية؟ هل هاي حب؟ هل هاي تقليد؟ نعم، هلأ أنا التيك توك يختلف تماماً والتصوير عن شغلي الحقيقي اللي أنا بعمله يومياً. حلو. أبداً ما في علاقة بين شغلي اليومي وبين التيك توك، بس التصوير اكتشفت أني أنا أعشق التصوير وعندي إرادة للتعلم. يعني أنا ما تعلمت التصوير قبل، بس حالياً عم بدرب نفسي على أشياء أنا بحياتي ما فكرت أني ممكن أعملها صراحةً، التصوير، المونتاج، القصص هاي. يعني أنا أوكي أنا عندي شركة بتساعدني باليوتيوب، ولكن حالياً أنا بعمل كل شيء لكل السوشيال ميديا الخاصة فيي، يعني ما عندي حدا ماسك هيدي الأمور. شروق، شروق يقولون هواية تستلم أرباح من التيك توك، إيش قد تستلم شروق أرباح من التيك توك؟ هواك أرباح لو ماك أرباح؟ آخ يا ربي. طيب، في آدز، يعني إذا أنت عندك فيديو نسبة المشاهدة عليه عالية فيك انت ترن ادز مثل اليوتيوب، يعني بتعطي الكود هذا لحدا وفيهم يستعملوه، فيك تفتحها، هذه بتدخلك شوية مصاري طبعا مقارنة باليوتيوب هي اقل. طبعا بتعرف انه اللايف برضو فيه جيفتس وهي القصص، بس برضو منا يعني هالدخل القوي اللي الناس ممكن تفكروا. انا مرة شفت فيديو على فكرة بيقولوا انه شروق تقدر ثروتها من التيك توك $2 مليون، صرت اضحك. يعني شروق، يعني شروق توجه رسالة لكل مشاهير التيك توك ان التيك توك بيأرباح. ما في ارباح على فيوز، ولكن في ادز، فيك انت ترن ادز، ما باعلانات، يعني فيك تعمل اعلانات، الادز اللي هي الاعلانات. شروق شنو السبب يومية سيارة؟ شروق يومية سيارة وصور يمها وكذا، اللي يقول عندها سيارات هواية، اللي يقول عندها فلوس هواية. يعني السلام عليكم، هاي حياتي. انا بدي اقول لك شغله، انا شو بحب بصور، يعني بحب شارك الجمهور جزء من حياتي برضو. يعني مثلا بخطر على بالي احيانا هيك ولما بطلع بالسياره انه صور فيديو، بس والله المقصد ما بيكون اني افرجي السياره ولا افرجي الكذا والكذا، ما بيكون هدفي هيك، ولكن بيكون هدفي اني اشارك لحظات جميله مع الناس اللي بيحبوني فقط لا غير. شروق هواية جاي نشوف دراما برنامج التيك توك حاليا، والعالم جاي يعني تنتقد شروق، تدور مشاهدات براس شروق، هل هذا الشيء يضوجيك، يسوي لك حالة نفسية، يتعبك؟
صراحة يا صديقي يضوزني شوي يس، ولكن في النهاية بقول إنه كل شيء له ضريبة بالحياة، يعني على مستوى النفس اللي نتنفسه لازم في نفس ثاني، يعني لكل شهيق في زفير. فلذلك هاي ضريبة الشهرة يضوجني، نعم، لأنه الناس يوميا بشكل يومي بيكون في فيديوهات غير جميلة غير لائقة، بيستخدموا اسم شروق فيها، وأنا ما أذيتهم وما بعرفهم، ولكن شو بدنا نعمل في النهاية؟ يعني بقول الله يسامحهم، وهي ضريبة الشهرة. شوفين الشهرة اليوم حققت الشروق شيء كانت تتمنى توصل له؟ عرفتني على ناس كتير لطيفين، انت واحد منهم. على راسي اختي شروق، يسعدك. اليوم شروق اللي اغلبية يقولون جمهور شروق عراقي، لو يا دولة نعم. اكثر شيء عندك اليوم العراق. تحياتي للعراق. تحياتي للعراق العظيم. باليوم نعم. كم تاكي يجيك على مود السيونياد ويتو؟ التاج يجيني اكثر من المتابعين واكثر من اللايكس واكثر من الكومنتس، يعني انا يا الناس بتزعل مني احيانا اني ما بصور على كل شيء، ولكن ما يقدر ما بين 200 ل 300 الف تاج يوميا. ما شاء الله. نعم. شروق هواية طلعوا لك ألقاب، أول لقب مال عمه شروق، وهذا اللقب هواية جاي يقولونه بالبرنامج التيك توك، هل تشوفي الألقاب اللي تطلع عليك الحلوة يعني تفرحيش لو زعلت؟ نو تفرحني، كتير تفرحني، بنبسط لما بشوف حدا بقول لي عمه شروق أو خالة شروق، حتى يمكن أنتوا بتشوفوا في الفيديوهات قديش أنا بفرح، لأنه فعليا أنا من الناس اللي دائما مشاعري تظهر على وجهي وتعابيري، فبفرح كتير، هاي محبة، ولما يقولوا لي عمه شروق هذا احترام ومحبة، وصراحة بطير من الفرحة مش بفرح كمان. شروق شنو رأيك بالمحتوى العربي حاليا؟ المحتوى العربي يا أخي حلو وفي مرحلة التطور، وفي مواهب عظيمة ومواهب مش ماخدة حقها على السوشيال ميديا صراحة. حلو. في مواهب كتير مظلومة. نعم. شروق اليوم أنت كصانعة محتوى، فهواية تجيش تعليقات سلبية، شنو يكون ردة فعلك من شوفين تعليقات سلبية أو يسوي اشتاكات على شغلات سلبية، شنو ردة فعلك يكون؟ أنا إنسانة صبورة، وبجوز صبري وصلني لوين أنا اليوم. ما بتطلع على الأشياء السلبية صديقي، بهمني الأشياء الإيجابية، أنا بآمن بالطاقة الإيجابية، وأنا هدفي من السوشيال ميديا أني أعطي طاقة إيجابية للناس، فلذلك إذا بشوف أي شيء سلبي دائما بقولها بلوك، بس بعطي بلوك وخلص ما بفكر. شروق المحتوى مالتك تقلد من هواية شباب مشهورين بالتيك توك، شنو كانت ردة فعلك من تقلد المحتوى مالتك وكل من قال يقول المحتوى إلي؟ اوكي، اول شيء انا لما بلشت الدوات او ردة الفعل انا تعلمتها من التيك توك الاجنبي، ولكن ما كان موجود في التيك توك العربي. كل إنسان له حق إذا شاف فكرة أنه يعملها بطريقته وأسلوبه، أنا ذكرت هذا الحكي قبل كمان، أنه أنت إذا شفت فكرة حلوة عجبتك why not، وبتشوف حالك رح تبدع فيها بأسلوبك، يعني كم في مذيع مثلا، ولكن كل مذيع فيهم عنده أسلوبه وطريقة حواره، ولكن مش كل إنسان بتميز أيضا. ما عندي مشكلة، ما بزعل. شروق أكو شخص بالتيك توك مشهور شوية ورد على شروق وانت رديت عليه، هل هذا الشيء انت ندمت عليه لو لا؟ نعم ندمت كتير صراحة، ما كان لازم انه اتدخل بالموضوع او اني رد عليه. يعني انطيتي اكبر نعم. من حجم هذا الموضوع؟ صحيح. يعني فكرت انه انا بالعشم ممكن انه اتدخل احل النقاش، طلع انه صار الموضوع عبارة عن فرصة لشروق تدخلت دراما، وانا صح. لا اطيق الدراما. صح. شروق اليوم اكو عالم راح تظل تستغل اسم شروق كتحكي وتغلط وشروق هيك وكذا هيك وهاي، يعني شنو ردت فعلك من تشوفني فيديوهات عليك؟ شو راح يصير بك مستقبلا؟ تغيرين المحتوى؟ تعوفين المحتوى العربي؟ لا 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 لا، انا عندي جمهور كبير يحبني وانا احبهم واموت عليهم، فانا زي ما قلت لك قبل ما بتطلع على الجزء السلبي من السوشيال ميديا. اقصى شيء ممكن اعمله انه بلوك اذا في انسان عم بزعجني او بضايقني وبس، ذاتس ات. اما اغير محتواي بلاقيها كتير صعبه، لانه انا شو بحب اعمل،
صديقي انا من الناس اذا شفت فكره جميله عجبتني او خطر على بالي شيء رح اعمله. اما انه اغير من نفسي او من محتواي او اني اعتزل السوشيال ميديا كرمال الناس السلبيين ابدا، بالعكس هذا بزيدني اصرار وقوه. شروق اكو هواي عالم تطلع يقول شروق مو فلسطينيه، شنو ردك على هذا الكلام؟ لا انا فلسطينيه من اب وام فلسطينيين، انا فلسطينيه كنعانيه وافتخر بهذا الشيء. طبعا وحتى الله يسعدك وحتى جدودي فلسطينيين، ودائما انا بعتز بفلسطينيتي وكنعانيتي كمان. شروق اكو خبر ريت نزلي اغنيه، سهله واني غلطان؟ نعم يعني شيء عربي شيء اجنبي على عربي ماكس. حيكون اجنبي على عربي ان شاء الله. يعني في هلا احنا في مرحلة نتفائل ونقول ان شاء الله، مش عارفه ان شاء الله. انا راح اجرب تعرف. أوكي. انا نزلت بوست على التيك توك سالتهم فاجاني اكثر من 200 الف شخص بدهم. حلو. فقلت واي نوت، يعني خليني اجرب انه بعمله بس لجمهوري، يعني هو انا مش مطربه صح ولا مغنية، ولكن إذا عملت شيء حيكون شيء لطيف كيوت لإلهم بس. شروق من الساندش اليوم؟ من واقف بظهر شروق؟ ويعني شروق حاسة هذا الشخص هو سند إلها؟ أكو شخص اليوم؟ شخص مثل مين يعني؟ أهلي طبعا، عائلتي، شروق ساندي نفسها وجمهوري أيضا. شروق إيش قد عدد أهلك يعني؟ أخوات أخوان؟ أنا عندي أخت وعندي 3 إخوان. الله يخليهم. راضين على المحتوى اللي تقدمينه؟ نعم. يمتى شروق ناوية ترجع لفلسطين؟ إن شاء الله رح زور فلسطين قريبا، ورح يكون عندي إن شاء الله تور على البلاد العربية. رح أخذ إجازة من شغلي في كندا ورح أبرم على كذا دولة عربية. أكثر دولة تتمنين تزوريها؟ العراق. شنو السبب؟ انا عندي كثير ناس بحبوني بالعراق، وقرات عن تاريخ العراق، ويعني من الامور اللي نفسي اعملها شي نهار انه ازور العراق العظيم. اكو ناس الضوج من يشوفون شروق وتحب العراق؟ مشكلتهم ما بعرف. يعني يعني انا المحبه من الله يا جماعه، صح؟ صح. فأنا يعني متابعين العراقيين والشعب العراقي أنا صراحة ما شفت منه إلا كل خير وكل محبة، وهن اللي بدعموني نفسيا، وهن الناس اللي بيخلوني استمر. محبتهم لإلي تفوق التصور. فيعني أقل شيء أنا ممكن أقدم لهم إياه إنه زورهم قريبا، ومحبتي ومحبتهم بقلبي لا توصف صراحة. يعني شروق الوحيد الشعب العراقي سوالي اشتاك على الطماطة، على البيتنجان، على الفلافل، على الباتشة، على اللحم، على الزاهي، على التايت، على الرصيف، على الانتخاب، ما في شيء ما سويش بيتاك. يعني هاي محبة ترى من الله سبحانه وتعالى. أحبهم. طب شو بعمل؟ بحبهم والله، يجننوا يخبلون من. يعني أنا لما بشوف شاب عراقي عامل لي تاج من مظاهرات التحرير من هون على غنية عراقية، يعني أنا والله إنه يعني بحس إنه هيدا أهم فيديو ينزل اليوم لازم. شروق شنو السبب تشوفين هواي شباب يسوون تاكات الشروق يتغزلون بيها شعر او يصمون لها صغار وانا احبك يوم تنزوج؟ شنو ما تتفرج على هيك اشياء؟ انا هاي الاشياء باخذها بروح لطيفه. اول شيء انا اغلب كل اللي بنزلوا لي تقريبا هني اصغار بالعمر، شباب صغار، صح؟ صح. انا عمري 31 سنه. سو انا باخذها من باب بحسهم شوي مثل اولادي، عارف كيف؟ اغلبهم يعني اللي بيعمل لي تصميم او بحط لي اغنيه حلوه او بيحكي شعر كثير 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 بنبسط اول شيء، وبعرف انه هو عنده موهبه وانا بحس حالي مسؤوله عن دعمه صراحه. لانه في مواهب مظلومه. شوفين اليوم الجمهور العراقي سند، يعني لكل شخص يحبه طبعا طبعا. الجمهور العراقي طال ما عندك كلمه جميله وهي مشهوره عندك طبعا. حبيت مش عم تطلع معي. لا هي حبيت
وشكرا على المنشن، لاني طبعا هواية الجمهور يعني دائما مشلب بيهن، خاصة جمهورنا العراقي. انا من انا بحبهم كثير وبقول لهم عن جد شكرا على المنشن، وانا بحبكم قد الدنيا كلها، وان شاء الله قريبا بلتقي فيكم بالعراق. رح زور العراق، يعني هي من هي اول دولة على راس القائمة اني زورها قريبا باذن ربنا. يا ربي توصليني بسلامة وبصحة وبعافية. يسعدكم. شروق، شي توجهين رسالة لجمهورك اللي يحبك ومنتظر هاي الحلقة؟ بقول لهم اني انا بحبكم كتير 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 كتير، شكرا على الثقة يلي منحتوني اياها، وان شاء الله بكون قد هالثقة. بعرف اني لازم اشتغل على حالي منيح، وانا بوعدكم انه يوم عنه يوم طور من المحتوى وقدم لكم اشياء جميلة تستحق انكم انتو تتفرجوا عليها، وبحبكم. طبعا لهنا انتهت الحلقة ويا الجميلة والاخت الغالية شروق وصاحبة كلمة حبيت، لهنا انتهت الحلقة. لا تنسون تخلون لايك، شاركوا بالقناة، تفعلون الجرس، وحبكم هواية، في امان الله.